أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية المكثفة الثانية للتطعيم ضد فيروس كورونا تحت شعار فرصة جديدة لنكون بأمان في جميع المحافظات، وتستمر حتى 30 من حزيران يونيو الجاري. نأمل من كافة المواطنين في محافظة طرطوس من تجاوزوا 18 سنة الحضور إلى المراكز التي المنتشرة 77 المنتشرة في مساحة المحافظة لأخذ هذا اللقاح، أخذين العبرة مما جرى في الجائحة الأخيرة والتي كانت قاسية جدا على محافظة طرطوس. في خلال الحملة على اللقاح ضد كورونا الكوفيد 19 الإقبال جيد جدا في محافظة طرطوس، وعندنا في المركز الرحمي هون، وإن شاء الله الناس بيكون بيبقى الإقبال جيد، لأنه طرطوس وصلت لرقم من الملقحين أعتقد أنه جيد على مستوى الجمهورية العربية السورية، وبننصح المواطنين كلهم أنه يراجعونا. جاي أخذ لقاح الكورونا مشان الوقاية، مشان ما يصير شيء يعني الواحد. والله اليوم جاي مشان أخذ اللقاح جونسون تاع ضد الكورونا. أنا من زمان أخذ لقاح الروسي من 7-8 شهور وخالص الشهادة، مشان جديدة، مشان عاملة في البحر، طلب مني في الخارج انه اقدم شهادات انه تطعيم كورونا وما كورونا. انا جاي اخذ جرعة داعمة للقاح الكورونا، انا اخذ قبل جرعتين وجاي اخذ جرعة داعمة اللي هي بعد 6 شهور. طبعا هو صار حماية مجتمعية اكثر من هو حماية شخصية، لحتى احمي حالي انا ما تنتقل للعدوى، لحتى احمي الناس ثاني اذا انا اصبت ما انقل لهم العدوى. جاي مشان اخذ لقاح، مشان وقاية لإلي وصحة، مشان لا نعد مرض الكورونا. جاي اخذ لقاح وبنصح يعني لحماية نفسي وحماية أهلي، وبنصح أي مواطن مو أخذ لقاح يجي ياخذه.